جزاكم الله خيرا. تقول: ذهبت للحج وكان علي دين، فهل حجي جائز؟ حيث أني عرفت بعد ذلك أنه لا يجوز الحج حتى يقضي الحاج دينه. الحج صحيح إن شاء الله، وعليك بسداد الدين. وقضية الدين والحج أن المدين إذا كان عنده مال كثير يستطيع أن يسدد منه الدين ويستطيع أن يحج، فلا مانع أن يحج ولو كان عليه دين، لأنه مؤمن بفائض المال. أما إذا كان مال المدين لا يتسع إلا لوفاء الدين أو أقل، فإنه لا يجوز له الحج في هذه الحالة، بل عليه أن يبدأ بسداد الدين. ولكن لو حج فإن حجه صحيح مع الإثم في هذه الحالة. نعم.